تخرجك من الكلية الصحية إنجاز عظيم لتبدأ من خلاله في إكمال نجاحاتك والالتحاق ببرامج الدراسات العليا الصحية لتكون هي نقطة تحول في مسيرتك التعليمية. وهنا نرسم لك رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة. بداية يتوجب عليك البدء في التقديم عبر الدخول على البوابة وإنشاء حساب واختيار رغباتك ورفع متطلبات السيرة الذاتية، ووفقاً لتنافسية المتقدمين ومجموع الدرجات وترتيب الرغبات سيتم ترشيحك لتنتقل منها إلى مرحلة المقابلة الشخصية، ومن ثم ترتيب رغبات أفضلية المراكز ومطابقتها مع نتائج المراكز وصولاً إلى حصولك على النتيجة النهائية للقبول. وعندها نبارك لك حصولك على القبول، فقد أصبحت متدرباً في برامج الدراسات العليا للتخصصات العامة. من الرائع الوصول لهذه المرحلة وما تحتويه من إنهاء إجراءات التسجيل ودفع الرسوم ورفع التصنيف المهني أيضاً، وإيفادك كموظف لتتلقى رقم تسجيلك في البرنامج والبدء في التدريب، وبعد الانتهاء من مسيرتك التدريبية وبحصولك على وثيقة التخرج ستكون مؤهلاً ومعتمداً لتقديم الخدمات الصحية ولتكون جزء من الممارسين الصحيين الذين يخدمون الوطن بإنسانية وكفاءة. أعلنت هيئة التخصصات الصحية أمس الأحد عن فتح أو قبل أمس الأحد عن فتح باب تسجيل برامج شهادة الاختصاص السعودية، ورصدت الهيئة رحلة التقديم على نظام المفاضلة والقبول الخاص ببرامج الدراسات العليا الصحية للتخصصات العامة. لمعرفة آلية وطريقة التقديم ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية الأستاذ فهد القثامي. أستاذ فهد صباح الخير. صباح الخيرات. يسعد صباحكم عبد الله وسارة. يسعد صباحك. الله يحييك. أول شيء كلمنا أكثر عن شهادة الاختصاص السعودية. في البداية خلونا نهنيكم على التميز المهني حقيقة في قناة الإخبارية بشكل عام وفي برنامج اليوم على وجه التحديد. واليوم الحقيقة الحديث عن شهادة الاختصاص السعودية هو يعني حديث مفخرة. هذه الشهادة بكل أمانة هي منجز وطني عظيم يحظى باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، ولا شك اليوم يسعدنا حقيقة ما وصلنا إليه من تطور سواء على المستوى المنظومة التدريبية أو على مستوى كفاءة مخرجات البرامج. كل عام نسعد بتخريج دفعة من حملة شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات والزمالات حتى بلغ عددهم اليوم أكثر من 15,000 ممارس صحي ينضمون إلى زملائهم في القطاع الصحي في المملكة ويكونون عونا للمرضى ودعم مهم للمنظومة الصحية، مؤهلين بشكل كامل من الناحية العلمية والعملية. اليوم يتدرب في كافة برامج الهيئة، وأقصد هنا منهم تحت التدريب أكثر من 16,000 متدرب في عدد تخصصات تتجاوز 150 تخصص، وهي أرقام حقيقة نفخر بها. والهيئة اليوم تبذل جهود كبيرة بالتعاون مع مجالسها ولجانها العلمية في الإشراف والعمل على كل ما من شأنه أن يرفع جودة التدريب وكفاءة المخرجات. نعم، طيب لو تكلمنا شوية عن آلية التسجيل، يعني هناك مفاضلة في المسجلين أيضا، إيش النصائح اللي ممكن ننصحهم في عملية المفاضلة؟ يعني هل لديك نصائح ممكن ننصحها للمسجلين مثلا في السيرة الذاتية، في طريقة كتابة السيرة الذاتية؟ طيب هذا السؤال متشعب في الحقيقة، لكن أنا أريد أن أعرج على موضوع أو نقطة مهمة جدا في الهيئة، وهي هناك بوابة إلكترونية تابعة للهيئة مخصصة بشكل كامل لإدارة عملية القبول التسجيل، ومن خلالها يستطيع المتقدم إدارة كل مراحل التقديم بشكل سلس وميسر. حرصنا حقيقة في البوابة على وضوح المعلومة وسهولة استيعابها، وكذلك مرونة التنقل بين مراحل التقديم لتحقيق جميع المتطلبات. أيضا حرصنا على معرفة المتقدم بالمراحل التي سيمر عليها سواء أثناء التقديم أو بعد انتهاء والمراحل اللاحقة حتى بدء العملية التدريبية إن شاء الله في شهر أكتوبر. ولعلي هنا يعني إن سمحتم لي أجدها فرصة
يعني أن أشكر زملائي حقيقة في الرئاسة التنفيذية للشؤون الأكاديمية في هيئة التخصصات الصحية على جهودهم في تسهيل إجراءات تقديم البرامج ووضوح آلياتها وحرصهم على رضا المتقدمين، وحقيقة يساندهم في هذا زملائنا في خدمات العملاء، وهي جهود متكاملة ومتواصلة ونسعى من خلالها على نجاح فترة التقديم، لأنها تعتبر من أهم الفترات التي تمر على الهيئة كل عام، ونسعى بشكل دائم على تطوير الآليات والأدوات الكفيلة بتسهيل إجراءات التقديم. طيب أنت ذكرت المراحل اللي بتكون، لكن تفاصيل حولها، البداية من التقديم وحتى الحصول على هذه الشهادة، كيف ستكون هذه المراحل؟ نعم، الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على توضيح رحلة التقديم في على برامج شهادة الاختصاص السعودية، بداية من التقديم حتى بداية التدريب، وبداية التدريب إن شاء الله تكون في كل عام في شهر أكتوبر. هناك 10 مراحل في رحلة التقديم، لعل أبرزها هي 3 محطات هي اللي راح يكون فيها إن شاء الله إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية، واللي راح يكون بإذن الله في شهر فبراير، وكذلك إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية، واللي راح يكون إن شاء الله بإذن الله في شهر مارس القادم، وكذلك إعلان نتائج المطابقة، وإن شاء الله هذا بيكون في شهر مايو. طبعا بين هذه المراحل محطات متعددة تشمل فترة المقابلات الشخصية وترتيب أفضلية المراكز وتسليم المتطلبات وغيرها من المحطات الموضحة بالتواريخ في حساب الهيئة، يمكن الرجوع لحساب الهيئة وعلى تويتر والاطلاع على التواريخ، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين بإذن الله. يعني بودنا لو نتكلم شوية عن انعكاس هذه الشهادات على الجودة. شهادة الاختصاص السعودية هي حقيقة كما ذكرت قبل قليل هي مفخرة وطنية، ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى الشرق الأوسط. اليوم ثقل هذه الشهادة وهي على شهادة طبية يكون من خلال جودة تدريبها، من خلال جودة الآليات في برامج الهيئة المتعددة. واليوم نتكلم عن شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات والزمالات، واللي تتكون من أكثر من 150 تخصص. كل الشكر لك على هذه المداخلة، المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية الأستاذ فهد القتامي، يعطيك العافية.